السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا، وإن شاء الله بربي نكونوا قد أصبنا في النقطة الإيجابية، وين نقول على حساب ما شفنا المباريات، خاصة وين حنايا، وين المنتخب الوطني، وين نورمالمون من بوركينا فاسو ورواح نفيقو، وين كنا نلعبو، وين كنا نقولو يا سي المدرب رانا نلعبو بدون صانع العاب، ما عندك صانع العاب حقيقي. لكن ناس هذوك جماعة تاع روح انت في بلاصتو، انت شكون، اغسل فمك باش تهدر عليه، دير من دير من دير من، هيا غسلوا فامكم باش تهدروا على الكوب دي موند، غسلوا فامكم انتوما غسلوا فامكم باش تهدروا على الكوب دي موند، وغسلوا فامكم باش تهضروا على إيليو سيسي، غسلوا فامكم فانيك، ولا اي مدرب تبغوا تنتقدوه غسلوا فامكم غسلوا فامكم، ولا مي تبغوا تضحكوا على تونس ولا المغرب ولا السنغال ولا غانا ولا الكاميرون، غسلوا فامكم غسلوا فامكم، والله العظيم غسلوا فامكم. هل يتجه هذا المدرب للتخلي عن منصب صانع العاب حقيقي بعد نكسة الكاميرون، وعلى مدار يعني نقولوا باللي قرابة عامين، ولا خاصة في ذو ثلاث مباريات الأخيرة، هذه الثلاث مباريات الأخيرة نقولوا ربع مباريات كما نقولوا حنايا، أوغندا تنزانيا وكيسموها، خلينا من الكاميرون كي لعبنا هذيك خطة نجيبوا غير ربع مباريات توالا، أوغندا تنزانيا ايران وغينيا، يعني على مدار اربع مباريات شفنا الميليو اللي نبداو به كامل بخصائص دفاعيه، يعني شفنا بن ناصر زروقي بن دبكه بن طالب بالقبله، وهذا كامل ما فيهمش صانع العاب، نحضروا الصح، هذو كاع ريكيبيراتير. هذا تاع هذا كيما نقولوا هذه تاع ثلاثه في الميليو تيرا يعتمد عليهم، كي يكون عندك، انا نقول لك كي يكون عندك اظهره يطيروا كيما نقولوا حنا، كيف ليفربول كي تشوف هو خط على، قلت له ليفربول على روحت له ليفربول، ما روحتلوش المنتخبات، روحت له ليفربول، خاطش هو خطره قالوا له يا ودي بدل، قال لهم لا كي نبدل، قال لهم روحوا شوفوا ليفربول شحال من عام كلوب كيفاش يلعب، وين شاهدنا وين ليفربول يلعب، وين شاهدنا كلوب هندرسون فاربينيو الكاتار، مكاش رقم 10 صحيح بصح ارلون وين بنديسون وين هما اللي يصنعوا اللعب بصح، حنا يعني بعطال اللي صاحب الاصابات المزمنه مكاش ظاهر هجومي حقيقي، بن عياده ظاهر دفاعي، بن سبعيني ظاهر سيء جدا في اخر فتره، نقولوا زدادكا مازال ما شفناش، شتي راهو احتياطي في فرنسا، طوبة بلاستو قلب الدفاع اللي هو مازال متردد في قلب الدفاع، على هذا السيستم يعني جامي يعني ينجح كما نقولوا حنايا، يا لو كان نلعبوا شوف انا قلتها لكم ونعاود، لو كان نلعبوا 100 سنه وراح نبقاو نعتمدوا على التمريرات الطويله من الدفاع باش نطلعوا البوله، خاطش النهار اللي لعبنا امام غينيا كنت نهدر انا بريمير ميتو، راكم شفتوا الفيديو، كنت نهدر ما شاء الله شفتوا الفيديو، كنت نهدر بريمير ميتو لقطة شتها ديغوتيت كرهت ما سايك، قضبها بن عيادة كان حذر المحور، ما كانش في المكان تاعو، كان منا من جمع، قضبها ديريكت، راحت ديريكت عند الجارديا، راحت بلط عند الجارديا، قلت لك في دقيقة 30، قلت لكم جماعة إلا ماركينا، قلت لكم بهذا اللعب ما غاديش نماركو، كيما هكا قلت لكم بهذا اللعب اللي أنا نلعبو به، أقضبها للقدام. بولا يعني كان اللي يقول لك صنع اللعب من الخلف، صناعة الهجمة من الخلف،
صناعه الهجمه من الخلف خويا، نعرفوا بولا مشي تقلبها زبوط راحت زبوط. لا، صناعه اللعب وصناعه الهجمه من الخلف خويا، تطلع هاك حبه عاود رد منها حبه، طلع بيها منا طلع بيها منا، ويكماصا في الثلث الاخير تكماصا السرعه والمهارات تخدم والقذافات. هذه اللي نعرفها انايا بكره القدم. ما نعرفش زبط يا ودي كيف زبط زبط، هذه ما كاش كاع. هذه حنايا كي نقولوا باللي لازم الدفاع باش نطلعوا البوله، وين في رايي انا نقولوا التوليفه لازم تكون مش عندنا وين معاه وين يلقى كيفاش يخدم كامل في خط واحد، وهما الرباعي عموره والناس محرز ديلور، هذو كي يكونوا في نهارهم وفي الخطه المليحه التسجيل يعني وصناعه الفرص مضمونه، خصوصا امام منتخبات متكتله دفاعيا. التشكيله المقترحه حراس المرمى كامل نيفو واحد، مكاش واحد خير من واحد. بالسبعيني طوبا ماضي زدادقا لو كان يديرها هذه. بالناصر سته ارتكاز سريح نفس الدور في ميلو. بن طالب ثمانيه دور تاعو نقل الكرات للامام، عنده تمريرات قصيره مليحه، وثانيا تسديدات يعني وين مليح في الزياده الهجوميه. والناس رقم 10 صانع العاب مهم، يعني المهمه تاعو نقل الكرات للثلث الاخير، مستغل مهارات تاعو وامام التسديدات اللي عنده راح يكون السم القاتل. محرز ديلور او محرز ديلور بليلي، هذه الخطه خروج بالكره مدي، هذه هي الخطه هذه هي الخطه. نعاود نقولوا وهذه الخطه الخروج بالكره من الدفاع للهجوم مضمون. طوبا وماندي مدافعين اللي يلعبوا مليح بالرجلين، يقذب يطلعوا ما يتقلقوش. وشو تشو الى لعب بها، الى لعب بها شوفوا تشو ردوا لي خبر. الميليو مغلوق مليح في وجود بن ناصر اللي يقرا مليح اللعب يعني والدفاع وصلابه بن طالب. اما الهجوم اسراق انسجام وتفاهم بين الثلاثي محرز بليلي والناس، ولا يعني مركز ديلور يشبع تمريرات مقشره وما ونقولوا باللي المشفره والعرضيات. هنا الاظهره ماشي مطالبه بزياده الهجوم وهذا مطلوب، علاش هما اصلا ضعاف في هذا الجانب. الدكة راح تكون مليحة ثانيا، وما يعني أمام منافسه وين نقولوا بلايلي سليماني شتي زروقي بالرحمة طوغاي كلهم في المستوى، ويبقى الحارس المرمى مشكل كبير مكاش فيه حل في الأجل القريب، مكاش حل على ذيك. نقولوا بلي ودي إن شاء الله بربي احنا نشوفوا، احنا نشوف قاعد صوالح وين هذا المدرب، يعني بما أنه المدرب ضعيف تكتيكيا ان شاء الله بربي يسهم ويساهموه، ان شاء الله يسهم ويساهموه، هذا مكان ان شاء الله يسهم ويساهموه، خاطش علاه نتمنى وان شاء الله كاين ناس اللي يوروه اللي يوروه يوروه، لازم يسمع فانيك لازم يسمع، ما يمشيش احادي، خاطش علاه تمشي احاديا ما غادي دير والو صاحبي، هذه اللي نقولها لك ما غادي دير والو، تمشي هكا برايك ما غادي دير والو. نقول لك خاطش عليها لازم 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 كيما يقول لك تسمع للناس تسمع، هذه هي لازم واحد يسمع، لازم واحد يسمع، خاطش عليه ما تمشيش بلا مشاوره. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشاور، الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشاور. بوقرة له راه ناجح، بوقرة كي نروحوا غير بوقرة غير في الجزائر ما بعدوش، ما تعرفش شكون هو المدرب الرئيسي، ما تعرفش خاطش عليه كاين مشاوره بيناتهم. شوف كيفاش هدر، قال لك كاين في الستاف تكنيك تاعي كاين كيسموه مصباح متخرج يعني لاعب ايطالي، كاين مطمور المانيا، وانا قال لهم فرنسا. شوف كيفاش الناس اللي تخدم، ناس باغيه تخدم باغيه توصل للمستوى الكبير كاع، هذه هي باغيه توصل للمستوى الكبير وان شاء الله يوصلوا هذو.
ما تنساوش اعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، بإن شاء الله بربي ديما يوصلكم جديد، وربي يحفظكم. صحيت وخوتي.